صدر تقرير من البنك الدولي أكد فيه على أن الاقتصاد المصري دعم القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات من خلال الإصلاحات المالية في ظل الظروف العالمية السيئة. عشان نعرف تفاصيل أكتر معنا على الهاتف دكتورة ريم عصام بدير، مدرس الاقتصاد كلية التجارة جامعة القاهرة. صباح خير يا دكتور، وكل سنة وحضرتك طيبة. صباح الخير على حضراتكم. اسمحوا لي في البداية انتهز الفرصة وأقدم التهنئة للشعب المصري ونسبة عيد الميلاد المجيد، وكل سنة وكلنا طيبين وبألف خير. أمين يا رب. دكتورة، عايز أعرف التقرير تضمن إيه بالنسبة للنمو والإصلاح الاقتصادي بالنسبة لمصر؟ أكيد، هو صدر التقرير من البنك الدولي، صدر في ديسمبر 2022، اللي هو بيوضح أنه في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية العالمية على مستوى العالم كله، بالرغم من ذلك مصر حققت معدل نمو وشهد الاقتصاد المصري تعافي قوي بالرغم من تصاعد وتيرة الأزمة الروسية الأوكرانية. بلغ متوسط معدل النمو 6.6 في السنة المالية 2022، ارتفع بذلك من 3.3 عن السنة المالية 2021. بتشير توقعات الواردة في التقرير الصادر عن البنك الدولي أنه معدل النمو هيهبط إلى 4.5 في 2023. طبعا ده رد فعل طبيعي لتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وتتابعات الاضطرابات المرتبطة بجائحة كوفيد-19. لأن بالرغم من ذلك أن التقرير الصادر عن البنك الدولي بيأكد أن مصر هتشهد تحسن في أداء القطاع الخارجي في السنة الجاية إن شاء الله اللي هي 2023، بدعم من مدفوعات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج. جدير بالذكر أن هي حققنا 31.9 مليار دولار في سنة 2022، وده أعلى مستوى ليها على الإطلاق. في نفس السياق برضو إيرادات قناة السويس حققت أعلى إيراد لها على الإطلاق في سنة 2022، 7 مليار دولار. فكل دي مؤشرات أن الاقتصاد المصري سيشهد تحسن، إلى جانب طبعا تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر وخاصة في قطاع استخراج الغاز والبترول. الحقيقي كمان أن دعم البنية التحتية وإنشاء مدن جديدة ده بيدعم الاستثمار الأجنبي في مصر، بيجعل مصر وجهة للاستثمار في أفريقيا. كلنا نعرف طبعا الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بيشكل 20% من إجمالي الاستثمار الأجنبي في القارة الأفريقية، فبالتالي مشروعات البنية التحتية اللي الحكومة مستمرة فيها ده بتوفر على أو بتعمل على توفير جذب مناخ جاذب للاستثمار. وعايزة وبأكد دايما أن البنية التحتية بتخدم المواطن المصري قبل ما تخدم المستثمر الأجنبي. صحيح. وبالتالي تعمل فائدة على الجميع. دكتور ريم، صباح الخير، كل سنة وحضرتك طيبة يا فندم. صباح النور، كل سنة وانتي طيبة بألف خير. أهلا بحضرتك. يا مصر نفذت عدة إصلاحات هيكلية وكلية، عايزين نعرف من حضرتك أثر الإصلاحات دي على الاقتصاد الكلي والهيكلي. أكيد مصر بتتمنى برنامج إصلاح اقتصادي في ثلاث مراحل. يعني لو هنتكلم على من نوفمبر 2016، البرنامج الإصلاح الاقتصادي نال ثقة وإشادة من المؤسسات المالية والعالمية في مقدمتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وظهر ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي على المستوى الاقتصادي في مصر. إن إحنا في جائحة كورونا كان اقتصاد يتمتع بالمرونة وعدينا الأزمة بالرغم من الإجراءات الاحترازية في العالم كله. لما نتكلم برضو على الإصلاحات الاقتصادية الكلية والهيكلية في مصر، لازم نشير إلى قطاع الصناعة اللي شهد تحركات كبيرة لتنشيط القطاع وإزالة المعوقات. فالحكومة لمدة 7 سنوات في القطاع الصناعي والتجاري عملت بشكل كبير على تنشيط القطاع، واحتل القطاع الصناعي والتجاري الاهتمام الأكبر في الأجندة الاقتصادية للدولة. ولو نتكلم بلغة الأرقام على وجه السرعة، القطاع الصناعي حقق نهضة وتنمية كبيرة في خلال السنوات السابقة دي، ده في خلال يعني ما توفره الحكومة من تسييرات وتسهيلات دفعت مجتمع العمل والإنتاج دون توقف في ظل جائحة كورونا ومع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. واللي شهد اقتصاديات العالم كله توقفات وانخفاض في حجم النمو او انخفاض في معدلات الانتاج، بالعكس مصر كانت مستمره.
ولما نتكلم على قطاع التجارة برضو كان النصيب الأكبر لي وما يقلش الأهمية عن قطاع الصناعة. حققت مصر صادرات غير بترولية العام الماضي والأول مرة في تاريخها 32 مليار و128 مليار دولار السنة اللي فاتت. وكده نأكد أن الإصلاحات الاقتصادية الكلية والهيكلية زي ما سيادتك قلتي بتساعد مصر وساعدت مصر على تجاوز الوضع الحالي، والإصلاحات اللي اتخذها الحكومة المصرية أدت إلى الحد من الاختلالات الاقتصادية الكلية والجزئية اللي بيشهدها العالم كله. كان الأثر، إحنا أكيد تأثرنا، بس الأثر كان أقل تكلفة على الاقتصاد المصري. صحيح. دكتورة، عايز أسأل حضرتك سؤال كمان، إيه الخطوات اللي أخدتها مصر في زيادة مشاركة القطاع الخاص؟ وخليني أقول أن فترة من الفترات القطاع الخاص كان صراحة كان مهمش، وعايز كمان أعرف ده تأثيره إيه على الحماية الاجتماعية بالنسبة كمان للمواطنين. هو فعلا زي ما سيادتك قلت كده بالضبط، فالقطاع الخاص بدأت الحكومة المصرية والمجموعة الاقتصادية وبتوجيهات سيادة الرئيس إن احنا نعمل involvement أو مشاركة للقطاع الخاص أكثر في جميع القطاعات بقى، الصناعة والتجارة. فاحنا بقينا في مشاركة معنا ومع القطاع الخاص. الحكومة المصرية خدت خطوات جريئة لمشاركة القطاع الخاص وتعبئة رأس المال الخاص في قطاعات مختلفة وقطاعات بعينها، يعني زي ما نقول مثلا في الصناعة والتصدير. يأتي ذلك زي ما سيادتك قلت كده مع تزامن في توسيع المبادرات بتاعة الحماية الاجتماعية، ومش هنقدر نغفل برنامج تكافل وكرامة اللي بيوفر الدعم لحماية الفئات الأكثر ضعفا من في المجتمع المصري. هناك حزمة كبيرة من الإجراءات المالية والإجراءات الحماية الاجتماعية اللي بتقرها الدولة المصرية مع تداعيات الأزمة العالمية وارتفاع الأسعار والتضخم اللي بنشهده اليومين دولة. مصر خصصت 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية دي وتخفيف أثرها على المواطن المصري، حيث أنه الحكومة الاقتصادية قامت بتدبير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة للمستفيدين في تكافل وكرامة. خصصت برضو هيئة القومية للتأمين الاجتماعي حوالي 190.5 مليار جنيه لصرف زيادة المعاشات بنسبة 13%، إلى جانب أنه زودنا زيادة الإعفاء الضريبي من 24 إلى 30 ألف جنيه بنسبة 25% زيادة للتخفيف على المواطن المصري. فالحقيقة وزارة التضامن الاجتماعي نجحت بتقديم برنامج تكافل وكرامة اللي بيهدف إلى المساعدات، تقديم مساعدات في صورة نقدية طبعا للأسر المصرية الفقيرة والأكثر احتياجا، وخاصة لو كان فيها أحد أفرادها أو القائم على إعالة الأسرة أكبر من 65 سنة أو لديه عجز كلي أو إعاقة. دكتور، عايزين ننتقل لنقطة تانية. يا مصر بتسعى جاهدة دلوقتي إن هي تتحول للاقتصاد الأخضر، ففي 2021 خصصت 15% من الموازنة العامة للاقتصاد الأخضر، في 2022 خصصت 30% للاقتصاد الأخضر، في 2023 خصصت 40% للاقتصاد الأخضر. عايزين نعرف من حضرتك أهمية التحول للاقتصاد الأخضر بالنسبة لمصر والعالم. طبعا أكيد بعد نجاح مصر في استضافة مشرفة جدا على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الأممي لمؤتمر المناخ كوب 27 في مدينة السلام شرم الشيخ، كلنا طبعا كنا فخورين بالدولة المصرية. فالاقتصاد الأخضر، التحول الاقتصاد الأخضر ده هوت توبيك أو موضوع الساعة في على الأجندة الحكومة المصرية. البداية زي ما سيادتك قلتي كده إن هي زودت المخصصات لتحول الاقتصاد الأخضر، وجدير بالذكر إن كان في فكرة مصرية بإنشاء منصة وطنية دعم التحول الأخضر اللي هي نوافي اللي أطلقتها وزارة التعاون الدولي في يوليو 2022. طبعا برنامج نوافي واللي ده لوضع استراتيجيات وطنية للتغيرات المناخية ودعم الجهود المصرية زي ما سيادتك قلتي في 2020-2021-2022 لدعم والترويج للمشروعات الخضراء، طبعا ده لمواجهة التحديات المناخية. وإظهار مصر وإمثال صورة مصرية لجميع دول العالم لدعوة إلى حشد الجهود والحصول على تمويل للتحول الأخضر. ممكن جدير بالذكر أن الجي 7 أو دول المجموعة السبعة قامت بالعديد من المبادرات إطلاق منصات للتحول الأخضر، ومصر خدت الفكرة ونجحت في تطبيق الفكرة من خلال وزارة التعاون الدولي.
مصر من الدول التي تبذل مجهود كبير نحو التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء، ذا بهدف خفض الانبعاثات الضارة اللي هو الكربون ديوكسيد أو ثاني أكسيد الكربون، بالتوازي طبعا مع تقليل فاتورة استيراد المنتجات والمشتقات البترولية. جدير بالذكر برضو أن مصر جت في المرتبة الثانية في أفريقيا من حيث توليد الطاقة النظيفة والأولى على مستوى الدول العربية. حققنا في السنة اللي فاتت إنتاج طاقة كهرباء من طاقة من مصادر طاقة متجددة بحوالي 10.5 تيراوات في الساعة، لما نقارنها بالسنة اللي قبليها كانت 9.7 تيراوات في الساعة، ده إنتاج كهرباء من طاقة متجددة. دكتورة، بسأل حضرتك عن فكرة منح الرخصة الذهبية، وخلينا أتكلم حضرتك بصراحة، قبل كده كان في فكرة الشباك الواحد بس كانت غير مفعلة، أو فكرة المركزية، أو كان في صعوبة في إصدار التراخيص بالنسبة للقطاع الخاص أو بالنسبة للمستثمرين اللي بيقبلوا على أن يكون لهم استثمار في مصر. عليك يا دكتور. أكيد كان في فكرة اللي هي one window stop، اللي هي فكرة الشباك الواحد. للأسف دلوقتي إحنا مبادرة رئاسية بمنح الرخصة الذهبية لكل من يتقدم الاستثمار في مصر خلال الثلاث شهور. الهدف الأساسي بقى من منح الرخصة الذهبية إن أنا بساعد إن من خلال موافقة واحدة بس بيحصل عليها المستثمر، بتساعده على إقامة المشروع، تشغيله، إدارته، استخراج التراخيص للبناء، وتخصيص المنشآت والتسهيلات اللازمة ل أو بدء المشروع بالتنفيذ. جدير بالذكر برضو وفقا لقانون الاستثمار المصري يجوز منح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة. يعني أنا بمنحه رخصة ذهبية لما يكون الهدف من المشروع ده بيصب في الخطة التنمية المستدامة وبيعمل لي مشروعات استراتيجية زي مرافق العامة والبنية التحتية، الطاقة الجديدة المتجددة اللي كنا بنتكلم عليها من شوية، لو هيشارك في البنية التحتية في الطرق والمواصلات، المواني والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الرخصة الذهبية بتمنح للمشروعات اللي أي نوع من سواء كان قطاع خاص بالتعاون مع أي جهة حكومية، سواء كانت قطاع عام، قطاع أعمال، أو الدولة أو الحكومة نفسها. جدير بالذكر في الأخير أن الهدف الأساسي من منح الرخصة الذهبية أن أنا بسهل إجراءات تسجيل الشركات وفتح المقرات بها في مصر، كل ده في النهاية بيعزز الاستثمار في مصر. يا دكتورة، خلينا نتكلم بصراحة كمان الأموال. الفكرة كان فيها شوية تخوف كمان المستثمر لما يجي ياخد وقت كبير جدا في أنه يعني ياخد وقت في إصدار التراخيص، أو يبقى فيه نوع من أنواع، مش عايز أقول التعنت، ولكن إحنا شفنا أمثلة كثيرة من الناس كان في وقت من الأوقات مش عايزة تستثمر فلوسها في مصر في الوقت اللي فيه مصر أرض خصبة للاستثمار. تعليق يا دكتورة. أكيد هو حاجتين أساسيتين الاستثمار لما يجي يلاقي بنية تحتية، والبنية التحتية إحنا بنمشي في شوارع مصر كل يوم بنشوف قد إيه لا في اختلاف ملحوظ بشكل واضح جدا يعني في البنية التحتية. تاني حاجة زي ما سيادتك قلت ان تسهيل الاجراء التراخيص واقامة المشروع، فمنح الرخصة الذهبية دي مبادرة رئاسية فتحت باب كبير جدا للاستثمار الاجنبي وازالة الكثير من العقبات امام المستثمر الاجنبي. بشكر جدا دكتورة ريم عصام بدير، مدرس الاقتصاد كلية التجارة جامعة القاهرة.